حكومة وجاية تعوضك. بيني وبينك الراجل عنده حق يعني. قول له كسر حقك من رجله. لاحظ ان ده تطول على موظف اثناء تأديب وظيفته. معلش يا استاذ عطا، انت عارف الظرف مساحه فيا انا. معلش يا حاج توفيق، حاج توفيق تعالى بص، تعالى شوف مين اللي جاي. يا رب يكون احمد، يا رب يكون احمد وفتحي كمان. حاضر بابا. يا حاج يا حاج، ايوه كده، الحمد لله على السلامه. ايه ولا حصل لي ايه؟ ولا حاجه يابا، انت بخير الحمد لله. او مبوك معايا يا احمد، او مبوك. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. وحشني فداك كل حاجه، ده كل فداك الدنيا وما فيها كفارة. الحمد لله. الله يسلمك يا أبا. خضتنا يا أبا. طب سندوه واحدة واحدة وهاتوه على المحل بتاعك. لا أبو جايشة، ودونا على المصمت. تعالوا اسمع. اتفضل اتبصر يا حاج. سامحني يا حاج. تقوى خد أرقش مني دي. أنا خلاص الحمد لله. خلاص بقى كويس. ما تكسبوش، يلا بصرة المحب ويخرموه. طبعا أنا هرقش قدامكم بس عشان تعرفوا إن أنا الحمد لله بقيت تمام وصحتي زي البوم. الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم زي ما يكون قلبي حاسس. أنا حاجز التذكرة بتاع الطيران قبل ما أعرف إن المصمت ولع. الحمد لله بقى، ما تفكروش يا حاج. مفكرنيش ازاي؟ فده كل حاجة يابا. احنا واقفين على جثته. بكرة هيبقى أحسن من الأول. ومن بكرة ليه؟ من النهاردة إن شاء الله. يلا يا خالد، شمر قميصك وادخل نظف المحل عند جدة. إيدك معايا حبشي، يلا. حلاوتك يا سي فتحي. هجيب لكم كرسيين وتقعدوا هنا أنتوا بره. كل الحجاج يريحوا كده لحد ما نخلص. ما عدا أنت طبعًا يا حاج فتحي. هنعمل إيه يا بابا؟ إيه اللي هنعمل إيه؟ صحيح. هنعمل إيه؟ يابا ما تأمرنيش بأي خدمات. شوفك بخير دايما يا ابني. اتكل انا على الله. السلامة. سلام يا حاج فتحي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلم على مراتك يا احمد. عيني يابا. يلا بينا. يلا يابا. يلا كمان يا محمد معانا. يلا على فين يا ابني؟ طب بقول لك يا حبشي، اطلع انت طمن الجماعة فوق وروح بعد كده انت ومديحة. ايه ده، انت شكلك بتوزعنا يا فتحي. اوزعك ايه بس يا حبشي؟ الحكاية اللي انا رايح انا وابويا ومحمد مشوار على السريع كده. لا انا ماليش فيه، انا بقالي يومين ما نمتش وحاسس ان انا هقع من طولي. روح انتوا، انا اطلع مع حبش. يلا حبش. استنوا بس اما نفهم الاول، مشوار ايه ده يا فتحي يا ابني؟ مشوار مهم قوي يا حاج. طب المشوار المهم ده يا ابني ما ينفعش يتاجل للصبح. وانا يعني يا حاج يعني اجازتي فيها كام صبح؟
انا كلها يومين ثلاثه وراجع على السعوديه، ضروري نروح النهارده عشان خاطر حد. حاضر يا حاج فتحي، هطوعك المره دي بس عشان مش عايز ازعلك، بس بالعقل كده يا فتحي، المشوار المهم ده ينفع اروحه بالجلابيه دي؟ اه معاك حق يا حاج، لا مؤاخذه، هات يا خالد الجاكيت واطلع بسرعه، هات غير لجدك، اطلع مع عمك، يلا بسرعه. يلا خالد، يلا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ياه للدرجه دي يا فتحي؟ عايز نغير في الشارع يا ابني؟ طيب تعالى نغير في بير السلم. اتفضل يا حاج.